كاين بعض الخطرات شي بنت تمشي حدايا نبغي نسول على شي حاجه تتشوفني وتتمشي با بحال كاين بحال ما كاينش ماما وبابا مطلقين ولكن ما مشي تسول فينا ما والو مشى قلب على الخدمه بحال هكا تمشي عندو نطلبو على الخدمه تيبقى يطلع وينزل فيه مشي بغاش يخدم لي انا مقدرتش حد يعاوني ندير العمليه حقاش ما كذبش عليك ديال بصح انا ما درتهاش نقدر ندير فراسي شي حاجه مشاهدينا مشاهدين قناة أشواق تي في مرحبا بكم دائما في إطار تتبعنا للقضايا الإنسانية والاجتماعية. اليوم معنا هناء. هناء واحد شابة جميلة في مقتبل العمر، شابة يلا قالت بسم الله، كتعاني من بزاف الحوايج، كتعاني من الهشاشة من الفقر هذا نخليهم أباغ، كتعاني من التهميش، كتعاني من الإعاقة، كتعاني من قلة الشي، كتعاني من بزاف الحوايج صراحة ما عرفش كيفاش غادي ندير التقديم. هنا اليوم اتصلت بنا وحنا جينا عندها المنطقه ديال سيدي مومن بالدار البيضاء باش تعاود لنا المعاناه ديالها. اخت هنا عارفينها بنفسك وقولي لنا. انا سميتي هنا، عندي 23 عام، خاصني واحد العامل يعني قبل زليو داك الشيء. هنا قولي لي، انا اللي فهمت منك هو انك زاديتي بحال هكذا يعني لله في خلقه شؤون، سيدي ربي ولا بغاك تزادي بحال هكذا، وقف معاك شي محسن ودرتي العمليه الاولى، ولكن ديك العمليه ما كانتش ما نافعاش، كان خصك عمليه اخرى ياك. ملي كنت صغيره ما كنتش نوقف، ولقيت واحد السيد تعاون معايا وداك الشيء ودرت العمليه الاولى، ولكن يعني باقا ما درتها وليت نوقف، ولكن ما كافياش، انا ما كنتش نوقف، ما كنوقفش نيشان، حتى ما كنقدرش نوقف نيشان، كنوقف ما مقاداش فهمتي، ودابا خاصني واحد العمليه اخرى حقاش واخا تنخرج وهادي ما مزيان. ملي جبتي لي الخروج قولي لي هنا، ملي كتخرجي كيفاش كتشوف النظرات ديال الشارع؟ قلتي لي كنحس بحقره، كنتالم. تدوز بحدام تيبقاو عايروك، تبقى يقول لك العار هادي فهمتي، تدوز تيقول لك الله يستر الله يستر على اش، ما عرفتش والله، تزيد شي حدايا تيقولوا الله يستر. كاين بعض الخطرات شي بنت تمشي حدايا نبغي نسول على شي حاجه تتشوفني وتتمشي، علاش ما عرفتش، نبغي نسول على شي حاجه ولا مثلا تكون دروج لهاد نبغي نسد شي وحده باش نهبط، هذا موضوع زوين جبتي انا تشوف فيا وتسمسي. اولا جوج المواضيع قلتي وبغيت نشير لهم، حنا المرافق دائما في اي اداره، اغلبيه الادارات اللي عندنا ما عندناش تسهيل عمليه الولوج للناس اللي في اعاقه، يعني كنلقاو الدروج وبلاصه ديال سميتو انسان اللي عنده اعاقه ولا هذا يدبر راسه، ماشي سوقنا. ثاني حاجه انا كنبغي نوجه واحد الرساله للامهات، عافاكم راه حنا كنا بحال كنا انسان، حشومه بركه كون غاديين تقول لولدك شوف ولا الله يستر ولا علاش حنا راه ما حدنا عايشين في الدنيا، كيقول لك اللي ما خرج من الدنيا ما خرج معقيبه، حنا ما عارفينش كيفاش غادي تتلى بينا الحياه. بغيت نسولك هنا، فين هو الاب ديالك من هذا الشيء؟ با بحال كاين بحال ما كاينش، ماما وبابا مطلقين ولكن ما مشى تسول فينا ما والو. طلق مامك وطلقكم معاه؟ ما تسول فينا حتى شي حاجه، تنعيطوا ليه فحال هكا ما تقول لك شنو بغيتي، شنو بغيتي، تقول لك شنو باغا، يعني ماشي ما على باله هو حتى شي حاجه كاع بخاطره واحده.
دائما نفس المشكل، نفس دائما المرأة خصها تتحمل المسؤولية. المرأة إلا ولدات وتزوجات وطلقات هي اللي بوحدها تحمل المسؤوليه، كان الرجل زعما كاينه ما عنده حتى شي حاجه، واخا تكون المحكمه واخا تحكم عليه المراه غادي دير الحضانه وتاخذ الوليدات ديالها وتهزهم بسنانها، وحتى هو باش غير يعطيهم غير باش يعيشوا لا. فكثر هذيك الام مسكينه كيف ما هضرت مع الام ديال هناء قالت لي انا يما يعني مشيت حتى لاخر لحظه وباش ندير التنفيذ ندخلوا للحبس، ما يمكنش ندخلوا للحبس، علاش غندخلوا للحبس في الاخر غيقولوا لي بنيتي انت اللي دخلتي الاب ديالنا للحبس؟ لا، انسي نبغي العيالات كنقول لهم اليوم من هذا المنبر عافاكم تبقاوش تسكتوا، اللي يكون لي دي حق حقه، لكن حق ديالك عطاه لك الله الحق الشرعي ثم الحق القانوني كيكفلوا لك الدستور ومدونه الاسره وبزاف د الحوايج. اليوم ما كان القضاء الا هو باش خصو يتنفذ، هذا مشكل اخر هذا خليه. انا اليوم لاحظت جيت عند هناء كنشوف الدار ديالها لقينا باقي عنده غير هذا البيت اللي مفرش، اما لا صالون لا كوزينه لا والو. علاش سولتهم؟ كانت عندهم كيتسالهم الكرا بزاف والله يكون في العون، فمول الدار ما صبرش كان خصو ضروري ياخذ الفلوس ديال الكرا، واليوم هما باقين مهددين بالطرد في اي لحظه. اختي هناء قلتي لي كنحاول انني نمشي نخدم ونقلب على خدمه، ربما تقطعت لك العصبه ديال رجليك غير بالطريق نمشي نقلب بحال هكا، نمشي نقلب على الخدمه بحال هكا، نمشي عنده نطلبوا على الخدمه تيبقى يطلع وينزل فيه باش يبغي يخدم لي، وحتى الى مشات معايا شي بنت بحال هكا باش تعاوني زعما في الطريق وداك الشيء نمشي نطلبوا على الخدمه ماشي يبغي شي يقدر يدخلها هي ويخليني انا. علاش انت قاده تخدمي؟ الا عطاوك كرسي وغادي تجلسي راه غتخدمي. انا مكرهتش نخدم، حقاش خدمت نقدر ندير بزاف د الحوايج، ولكن هما مشبوش خدمت. انت حاسه بانك قاده تعطي؟ قادرة نخدم انا الحمد لله مزيان. انا كان صراحه كنقول لك برافو على الشجاعه ديالك، برافو، وهادشي اللي خصو يكون. كيف ما سمعتوا هنا اليوم محتاجه ماشي محتاجه الفلوس ولا دعم مادي، هي بصح محتاجه دعم مادي، ولكن محتاجه انها باغا توقف على راسها، تحس براسها انها هي كتعطي ماشي غير كتكونسومي، باغا تخدم. انا كنوجه نداء لصحاب المعامل اللي كيكون جالسين في كرسي غادي تنقي شي حاجه ولا غتخدم في الخياطه او الثوب او او او, أو راه غتكون جالسه في كرسي بحال الناس الاخرين، اديها مزيانين راه كتخدم، عقلها راه خدام، راه هي بحالنا عندها مشكل في الرجل ديالها غادي تحل بعمليه. ومن هنا كنبغي نوجه نداء للاطباء عافاكم اللي يقدر يوقف معها او شي محسن، حيت هاد البلاد ولات غدا غير بالمحسنين صراحه، المحسنين وما زعما كل ما كانوش محسنين ما عرفش بزاف الناس اش غيكون المآل ديالهم. اما الجمعيات كيف ما شرحت لي هنا اترقات بزاف الجمعيات، في الاخر كنلقاو نفس المشكل ان الجمعيات كيبداو يطلبوا بهاد الحالات وفي الاخر ما كاينش الدعم. ياك ما كاين لا دعم لا والو. عاودي لينا ملي مشيتي للجمعيه بلا ما نذكروا الاسم ديال الجمعيه. انت ديروا معاك والو تياخذوا من عندك الوراق ومن بعد صافي تتعيطي لها تقدر ما تبقاش تجاوبك صافي تاخذ الدعم على حسابك بسميتك حتى حاجه تعيطي لها ما تبقاش تجاوبك ولا تقدر تدور ولو ما يكونوا كيقلبوا عليك اجي عندنا اجي ومن بعد ما تبقى والو. اختي هناء هزي هضري وراسك مرفوع حيت انت ما دايره حتى شي حاجه غلط، انت ما دايره حتى شي حاجه غلط، ما عندك علاش غادي تحشمي من بعد ماشي يكون والو. اليوم شنو كطلبي هنا؟ انا مكرهتش حد يعاوني ندير العمليه، حقاش ما نكذبش عليك ديال بصح الا ما درتهاش نقدر ندير فراسي شي حاجه. شكرا انت حارقة على وقتك وقسما بالله حقاش عيشت بلا تشي والله بغيت نبارك دريتو بحال دريتو. كيف ما كتشوف الحاله صراحه ما عرفتش كيفاش اختي هنا، ان شاء الله غادي يكون خير. واني دابا كنت كنهضر مع هناء في الكواليس كتقول لي انا مستعده نخدم انا ما باغاش نطلب، انا هي مستعده تخدم وقفوا معاها، هي دابا اقصى حلم ديالها بعدا هو العلاج، هي الطلب ديالها الوحيد الاول ماشي الوحيد وانما الطلب الاول هو العلاج، شي واحد يوقف معاها باش دير العمليه. لان هنا كنقول كنوجه نداء تنقول لي باغي يشري الجنه ديالو في الارض، باغي يشري الجنه ديالو اليوم يتساعد مع اخت هناء هي باش دير العلاج ودير هاد العمليه توقف على رجليها، من تما غادي تحس براسها انها قادره تعطي قادره توقف تمشي تخدم ديك الساعه تقلب على خدمه، او ربما يجيها نداء من عند شي محسن او شي واحد اللي محتاج يجي يخدم هناء. هناء اليوم عايشه مع امها واختها
ومهددين بالطرد، ساكنين في دار ديال الكرا ومهددين بالطرد. هنا كتعاني من الحقره ديال المجتمع، ديال الاب، ديال بزاف بزاف يعني، وحنا عارفين هذا الشيء. هنا اليوم كنطلبكم انكم تساعدوها، ماشي تساعدوها بالهضره الخايبه، حيت هي شرحت لي فايت خرجتي مع منبر اعلامي اخر وكيجيوها لي زابيل، ومن هنا كنبغي نقول لكم عافاكم. اللي باغي تفلا، اللي باغي قلت الحياه بهاد العربيه، اللي باغي قلت الحياه بلا ما يدور جيت هنا، لان هنا اليوم كتقول لكم ما تعيطوش ليا، وانا كنقول لكم ما تعيطوش ليا الا كنتو غادي غير تفلاو ولا غتقولوا لها داكشي، لان كون بغات هذاك الشيء ما غديرش هاد لا فيديو. ف كنظن ان الرساله ديال الاخت هنا واضحه. انا طامعه صراحه في الحنيه ديال المغاربه، وان شاء الله ما غاديش يخيبنا وما غاديش يخيبك الله اختي هنا. كنطلبكم انكم تعاونوا معها، ولو بالبارتاج ولو بالدعاء، واللي قدر على شي حاجه يديرها. كنشكركم حيت تبعتوا الفيديو. كانت معكم مريم فسحي، خلف الكاميرا حمزه بقنادل، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.